بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه لسه في ارتفاع في درجات الحرارة النهاردة، والطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس، خصوصا أن احنا بقالنا فترة يعني حاسين بارتفاع في درجات الحرارة. هل ده الطبيعي في الوقت ده من السنة، ولا احنا متأثرين بكتل هوائية مثلا جاية لنا من شبه الجزيرة العربية أو مرتفع جوي؟ هو طبعا ده مش الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام، لان احنا بنشهد بالفعل ارتفاع في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، ويمكن اليوم وخلال الايام القادمه ال 72 ساعه القادمه هيكون في مزيد من الارتفاع في درجات الحراره بسبب تاثرنا بكتل هوائيه قادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه، من جنوب كمان صحراء شبه الجزيره العربيه مرتفعه في درجات حرارتها، وجود كمان امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير وبشكل ملحوظ، بيساعد كمان على ارتفاع درجات الحراره. تعتبر درجات الحراره خلال فتره النهار اعلى من المعدلات الطبيعيه لها بحوالي 6 الى 8 درجات على اغلب مناطق الجمهوريه. الطقس خلال فتره النهار بنحس بطقس مائل للحراره على القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، محافظات شمال الصعيد، طقس حار على جنوب الصعيد خلال فتره النهار. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس تبدا درجات الحراره تنخفض، يمكن هنلاحظ فرق بين فتره النهار وفتره الليل بدا يتجاوز ال 12 وال 14 درجه مئويه. بنحس لسه بالاجواء البارده خلال فتره الليل على اغلب مناطق الجمهوريه، خاصه كمان ان في تحسن في درجات الحراره خلال فتره الليل، لكن لسه بنحس بالبروده فترات الليل المتاخر. طيب هو ارتفاع درجات الحراره ده ممكن يخلي ان الشبوره تقل شويه على الطرق؟ يعني هو بيختلف، لان ارتفاع درجات الحراره بيكون بشكل كبير فتره النهار، فترات الليل مازال في انخفاض في درجات الحراره. احنا بنتكلم في صغرى فتره الليل على القاهره الكبرى 12 و13 درجه مئويه، فانخفاض درجات الحراره او فرق بين درجات الحراره فتره النهار وفتره الليل ده ممكن يساعد على تكثف الشبوره المائيه بشكل كبير. ويمكن احنا خلال فترات الصباح الباكر اليوم تحديدا في شبوره مائيه كثيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. هي مستمره معانا لحد دلوقتي الشبوره بالفعل؟ بالفعل هي مستمرة إلى الآن، يمكن كمان مع قدامنا ساعة ساعتين كمان حد ما أشعة الشمس تبدأ تطلع وتبدأ الشبورة المائية تبدأ تتلاشي تدريجيا، إن شاء الله ساعتين بالكثير والشبورة المائية تتلاشى من على أغلب الطرق. فعشان كده مهم خلال الفترة دي تحديدا دلوقتي لازم تكون القيادة بالتؤتام، نتبع كافة تعليمات المرور على الطرق، نشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات. اليوم كمان هيكون في نشاط للرياح في أقصى غرب البلاد، هيكون مثير لبعض الرمال والأتربة، وده تحديدا في مطروح والسلوم وسيدي براني، لكن مناطق الجمهورية الباقيه مش هيكون عليها اتربه ورمال مثاره. احنا بنقول اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 28 درجه مئويه خلال فتره النهار، خلال غدا وبعد غدا هتوصل ل 30 درجه مئويه خلال فتره النهار، ودي زي ما بنقول ارتفاعات ملحوظه، لكن ناكد ان بعد الارتفاعات هيحصل مره اخرى انخفاضات في درجات الحراره. غدا متوقع يكون في اتربه عالقه في سماء القاهره الكبرى واغلب محافظات الجمهوريه، فمهم جدا ناخد بالنا برده الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، لو هنخرج بكره لازم نبتدي الكمامات. وزي ما بنقول فصل الشتاء ان شاء الله متوقع ان هو ينتهي 20 مارس، الى انتهاء فصل الشتاء هيحصل مره اخرى انخفاض في درجات الحراره وهيكون ملحوظ فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر. عشان كده بناكد وبنوه بلاش نخفف الملابس خلال هذه الفتره، نحافظ بقدر الامكان على ارتداء الملابس الشتويه خاصه فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 28 والصغرى 15. العاصمة الإدارية 28-15، اسكندرية 27-14، العالمين الجديدة 26-13، مطروح 28-12، دمياط 24-15، بورسعيد 24-15، الإسماعيلية 30-12. هنروح للسويس، العظمى فيها 28 والصغرى 14، العريش 30-14، كاترين 21-5، طابة 27-15، حلايب 26-16،
شلاتين 28/15، شرم الشيخ 29/16، الغردقة 27/13، الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 12، بني سويف 28/11، الوادي الجديد 31/9، أسيوط 30/8، سوهاج 30/9، قنا 32/10، الأقصر 31/11، وأخيرا أسوان العظمى فيها 32 والصغرى 14. دي درجات الحرارة المتوقعة، وكمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية، نخلي بالنا مرضى الحساسية والجيوب الأنفية لازم يرتدوا الكمامات النهاردة وبكرة، لأن الرياح اللي موجودة مثيرة للرمال والأتربة. كمان الظاهرة الجوية المستمرة معانا هي الشبورة، كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، وكمان الطرق الساحلية والزراعية وغيرها. ناخد بالنا علشان ترجعوا بيوتكم، وأشغلكم بألف سلامة. مرة تانية هنرجع شاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا جزيلا.